معبد أبادامك. أبادامك هو إله الحرب لدى النوبيين القدماء. هو عبارة عن رجل بجسد محارب ورأس أسد. استخدم كوصي مقدس على الملوك والأمراء والزعماء، خصوصا الراحلين منهم، فمن يمس قبورهم فإن أبادامك سوف يلعنه. يقع المعبد إلى الشرق من معبد آمون، ويعتبر مثالا للمعمار الكوشي القديم. فالواجهة الأمامية عبارة عن بوابة واسعة تصور الملك نتكاماني والملك أمان تيري، وأسد رمزي تحت أقدامهم يحاصران أسرى من اليمين واليسار، لكن الأسرى بملامح غير واضحة. وقد وضع العلماء تصورا عن كون السجناء إنما هم أفراد من القبائل الصحراوية التي كثيرا ما تصادمت المملكة الكوشية معهم. وعلى حواف البوابة الرئيسية يظهر تمثال جميل لأبادامك يخرج من اللوتس المقدس، كما يظهر على جوانب المعبد أيضا مجتمعا مع الملك ومع الإله آمون وحورس. في الحائط الخلفي للمعبد يوجد الرسم الأكبر لأبادامك، وهو يتلقى النذور من الملك والملكة، ويظهر أيضا بثلاثة رؤوس وأربعة سواعد. ويوجد داخل المعبد أيضا نحت للإله سيرابيس يظهر بلحية يونانية رومانية، ويظهر إله متوج غير معروف يعتقد بأنه فارسي. على الرغم من التأثير القوي للمعمار الفرعوني على المعبد، لكن النحوت التي تخص الملك والملكة أبرزت الاختلافات الواضحة بين الحضارة الكوشية والحضارة الفرعونية، حيث يظهر الملك والملكة معصوب الرؤوس مكشوفي الأكتاف. وفي جدارية للملكة أمان تيري تظهر الملكة عريضة الوركين على نحو غير اعتيادي، وهذا ما يطابق الفن الإفريقي أكثر من الفرعوني. بالتالي فإن معبد أبادامك في النجعة يعكس انصهار الثقافات معا وفق التأثير الكوشي، خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار المعبد الروماني المجاور والمتأثر بوضوح بالحضارة الرومانية والحضارة الإغريقية. هذا فضلا عن خروج أبادامك من اللوتس المقدس، يعتبر عملا غير اعتيادي أيضا. والنجعة تعتبر محطة تجارية لموقعها الاستراتيجي، ويتضح هذا جليا من كميات الآثار الهائلة التي وجدت. وتضم النجعة معابد مروية متعددة تمتد إلى ما بين القرن الرابع قبل الميلاد وحتى القرن الرابع الميلادي، وتوضح الآثار أن النجعة كانت موقع تكتل مدني وأرضا للمدافن. وقد تم العثور بين الحطام على العديد من المعابد، لكن أهمها على الإطلاق هما المعبدين اللذين لا زالا بحالة جيدة، معبد أبادامك وآمون، والكشك الروماني وهو معبد الإله حتحور. مركز الخرطوم للإعلام الإلكتروني. النجعة.